الشعب العربية والمؤتمر الإسلامي، ومصر عضو في هذه الهيئة وتلك، ونحن نعرف وعلى معرفة تامة أيضا، وقد نقلنا ذلك إلى معالي الوزير سامح شكري، نحن نعرف مدى حساسية الوضعية التي وهذا التدخل في رفح، وهذا ما أشارت إليه محكمة العدل الدولية، وقد تحدثت مع زميلي المصري معالي الوزير الخارجية كثيرا حتى نضمن إعادة فتح كل الممرات البرية لإيصال المعونة الإنسانية لغزة. هذه المعونة الإنسانية هي أساسية جوهرية لكي يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة، وكذلك لتقليص التوترات على الحدود في رفح تحديدا. وأود أن أشكر وأبرز مجهودات مصر لأجل الحصول على وقف إطلاق نار، ونحن نطلب ذلك من شهور. وقف إطلاق نار يسمح بالإفراج عن الرهائن، ونطلب ذلك منذ شهور. وكذلك نريد وقف إطلاق نار كي تصل المعونة الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة. لا بد من وقف العدوان الذي قاد ولم يفعل شيئا إلا إحداث معاناة للسكان المدنيين. وهكذا نستطيع أن نذهب إلى الخطوة التالية، وهي تسيير وإدارة غزة والضفة الغربية، والتي يجب أن تبقى تحت حكم السلطة الوطنية الفلسطينية، وكما قال الرئيس بايدن، ووساطة مصر إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، لأجل وقف الإطلاق النار الآن في التو واللحظة في غزة. لا بد من إدخال المعونة الإنسانية، هذا ما نريده، هذا هو العمل المشترك الذي نرغب فيه نحن ومصر. نحن نريد السلام الدائم لكل بلدان الشرق الأوسط ولفلسطين ولإسرائيل. بالنسبة لإسبانيا، مصر بلد جوهري في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي بلد شريك متوسطي أوروبي، وهناك أيضا وساطة مع ليبيا، وكذلك الاتحاد لأجل المتوسط، ومع السفير ناصر كامل هو مدير الاتحاد لأجل المتوسط ومقر الاتحاد في برشلونة. وكذلك تحدثنا عن إفريقيا، عن السودان. مصر بلد جوهري في إفريقيا أيضا، ولكل هذه الأسباب فنحن نشكر دائما الحوارات مع شركائنا المصريين حول المتوسط وإفريقيا. من جديد صديقي سامح شكري، أهلا وسهلا بمعاليك في مدريد، نشكرك على رحلتك وعلى كل مجهوداتك لأجل إزكاء السلام في المنطقة.